غرزتنا النهاردة غرزة تحسوا ان هي من عيلة غرزة الضفيرة كده، ولكن اسمها وتفاصيلها اسهل بكتير من غرزة الضفيرة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة باف ستيتش او غرزة المنتفخة زي ما بتحبوا تسموها. هي غرزة الباف، غرزة المنتفخة، لها اسامي كتيرة ولكنها قريبة جدا من غرزة الضفيرة في الشكل. هشتغل معاكم بالخيط ده خيط ديما بيبي لاين، وهشتغل بإبرة 4.5. طبعا كل ما تعملي هيكون الحجم نفسه بتاع الإبرة مش فارق خالص، ولكن من الأفضل أن تستخدمي خيط متوسط لأن هي طبعا منتفخة فهي بتكتل غرز كتير، وفي الوقت نفسه كمان ضخامة الإبرة انت مش محتاجاها إلا لو عايزة تخلي الغرزة دي مفتوحة قوي. غرزتنا بتبتدي من تضاعفات رقم 4، يعني 4 سلاسل، وابتدي أضاعف الحجم ده لحد ما خلص. ادي 1 2 3 4 5 6 7 16، زي ما قلنا تضاعفات الرقم 4، يعني 4 4 4 كده لحد ما خلص المقاس اللي انا محدداه. سواء بقى كوفية تصلح في الكوفيات، وتصلح في الكارديجان، تصلح في بلوفرات، هي مش سميكة قوي بس برضو مش من الغرز الخفيفة، يعني هي غرزة على قد ما هي فيها فراغات ولو بسيطة هي بتكون تقيلة، وطبعا كمان زي ما انتم شايفين هي من الغرز المايلة. ركزوا معايا لان الغرزة دي بتبدأ من بعد السلاسل دي تحديدا. لف على الابرة لفة عادية وبعدين بعد 1 2 3 وادي الرابعة، بدخل كده في السلسلة الرابعة. براحتك تدخلي من ظهر الغرزة او وشها، بشتغل 4 لفات كده، ادي كده 2 3 كده 4، تمام، وادي الرابعة، تمام، 1 2 3 4. لو ملاحظين احنا ما سحبناش اللي على الابرة لانه مش هنسحبه دلوقتي. اخر سلسلة باخدها زي ما هي، ارتفع سلسلة، شايفين الكتلة دي، بسحب نصها اول مرة. طبعا هما بيكونوا 8 على الابرة فانا بسحب 4، بعدين الحركة دي واسحب الاربعة الباقيين. طبعا مش بعمل الارتفاع ده تاني، لا، على طول بسحب طالما هما كتلة وكتلة، لكن في الكتلة الاساسية انا بعمل بس الحركة دي، هسحب برضو 4، تمام، بعدين سلسلة كده، تمام، وبعدين اسحب الاربعة الباقيين. وطبعا ما اعملش نفس السلسلة كده تاني، لا، على طول اسحب الاربعة، تمام، طبعا في واحدة كده ما اتسحبتش، بعدين السلسلة دي اخر حاجة اهو، اللي على الابرة مش بتتحسب، تمام. اوكي، لازم بقى اقفل الصف، تمام كده. طيب احنا عملنا ارتفاع السلسله ده ليه؟ اولا عشان ما يحصلش ونشتغل في الفراغ، كما ان هنا السلاسل دي هتكون هي المكان المفتوح اللي انا بدخل منه وبطلع. طبعا كل مره نفس النظام، لف على الابره واعمل 4 مرات بدخل في الغرز. اوكي، برضو طبعا مش بدخل هنا في الفراغ، لا، بدخل على طول في السلسلة نفسها، انما الفراغات دي هي الفراغات الجانبية دلوقتي هتلاقوها مقفولة. فلف على الابرة و4 مرات بنفس الطريقة، 1 2 3 4، تمام، لف على الابرة نفس الطريقة، 1 2 3 4، ملاحظين؟ طبعا شكلها عجيب قوي ومش حلوة وخلاص كده استغنى عنها، اصبري شوية وهتعرفي الشكل بتاعها بجد تحفة. لف على الابرة اخر حاجة اهي، تمام، 5 4 مرات، 2 3 4. اوكي،
الجانب من هنا ما ننساهوش، ده مهم جدا على اساس الغرزة بتاعتي تطلع مظبوطة. فبروح اخد السلسلتين كده، مش باخد طبعا واحدة على اساس ان الشكل يكون معايا مظبوط قوي، اسحب وارتفع سلسلة، ده مهم جدا. والمرة دي لو ملاحظين غرزتنا فيها ارتفاع سلسلة من بداية الغرزة ونهايتها، اسحب واطلع من اربعة. اوكي، لازم ارتفاع السلسلة ده الاول وارجع اطلع من الاربعة الباقيين. تمام، اسحب بدون ارتفاع سلسلة واخد الاربعة دول. تمام، بعدين ارتفاع سلسلة واحد واخد طبعا بدون ارتفاع سلسلة، بسحب الاربعة الاولانيين، ارتفع بقى السلسلة. طالما انا في نفس السلسلة او طلع منها الخيط فهي دي اللي انا هرتفع فيها سلسلة، اسحب بدون ارتفاع بقى، اروح على طول على الكتلة اللي من بعد بالشكل ده وبسحب الباقيين. تمام، لو ملاحظين لازم هنا ارتفاع سلسلة، اولا عشان الصف معايا يكون نظيف، ثانيا على اساس كمان الغرز مني ما تفتحش. شايفين بدأ يتكون منظرها ازاي، ومميزة جدا في اي خيط مهما كان غامق او فاتح. طبعا عصافير مبدعة النهاردة وبتلخبطني، بس ماشي. لف على الابرة زي ما انتوا شايفين، بندخل فين هنا كده وبنسحب. تمام، كم مرة؟ اربع مرات. ادي واحد كده، اتنين، تلاتة، اربعة. تمام، لفة، طبعا لفة عادية خالص. بدخل فين؟ بدخل هنا في النص، طبعا بتكون باينة لان انا برتفع سلسلة هنا في النص. تمام، انما الجانبي هنا مش بيكون واضح، وبعدين بيكون فيه كتل عشوائي كده، مرة جاية كده مرة جاية عكس وهكذا، ودي مش بندخل فيها لان لو دخلنا فيها هنبوظ شكل الغرزة وهنعمل تزايد. لفة واربع مرات هنا، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. لفة، بدخل فين؟ ايوة هنا كده بالظبط، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. لفة هنا، مننساش دايما نهاية الصف، شايفين اهو، اسحب ولازم ارتفاع السلسلة مهم على اساس الصف ما يكونش فيه ميل. بعدين بسحب واطلع من اربعة. تمام، بعد كده ايوة، وبعدين اسحب وارجع برضو اسحب اربعة على طول مباشر في النص، بس كده في الغرزة نفسها اللي هو التكتل الغرز اللي انتوا شايفينه ده، في وسطهم بس بارتفع سلسلة، لكن ما بين كل كتلة وكتلة مش بارتفع اي حاجة. وطبعا نقدر ان احنا ما نرتفعش السلسلة لا هنا ولا هنا، بس هتكون شوية متكتلة على بعضها ممكن تتلخبطي، فارتفاع السلسلة ده بس عشان يوضح تفصيل الصغنطوطة دي. لازم اقفل بداية الصف. طبعا زي ما انتم شايفين غرزة سهلة جدا وبسيطة قوي، وتقدر تشتغليها باي حجم ابرة. انا اشتغلتها باربعة ونص مع خيط سميك، ودي النتيجة بتاعتها. غرزة المنتفخة، غرزة الباف، ليها اسامي كتير، تقدري تشتغليها ببساطة حتى لو كنتي مبتدئة. طبعا غرزتنا من تاني وتالت صف على طول بتكون برزت، وزي ما انتوا شايفين شكلها قد ايه لذيذ وسهل، واي حد فعليا يقدر يشتغلها. نعمل مع بعض صف اخير، لف على الابرة وبدخل فين؟ بدخل هنا في المنتصف ما بين السلاسل اللي انتوا شايفينها دي، بعمل خمس لفات، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، بعمل اربع لفات، بعتذر. لف على الابرة، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. بتكون سهلة لما تكون خلاص اتحددت كغرزة. لف على الابرة برضو اربع لفات،
بدخل هنا 1 2 3 4 تمام، مفيش بقى لفة تاني، لا خلاص نهاية الصف. فباخد دي كده، اسحب، ارتفع سلسلة وبسحب كل 4 مع بعض. بما ان انا هنا على نفس السلسلة فلازم ارتفع كده واحدة وارجع اسحب الاربعة الباقيين، لكن هنا ما بين كولكت وكولكت سلاسل تاني بسحب على طول بدون اي ارتفاع، باخد كده الاربعة. طالما وصلت للمنتصف هنا ارتفع الاول واحدة وارجع اسحب الاربعة الباقيين، وهكذا لنهاية الصف. في النص بس بارتفع واحدة، الطريقة التانية بسحب على طول، وادي الكولكت ما بين كل واحدة واحدة اهو، شايفين مضمومين ازاي. لكن في المنتصف على طول وارتفع سلسلة واسحب اول الصف، برضو ارتفع فيه سلسلة. شكل الغرزة جميل جدا، مميزة وسهلة، ولكن احنا عايزينها وحدة للبطانية بتاعتنا، فطبعا مش طبيعي هسيبها زي البتلات المفتوحة بالطريقة دي، لازم تكون مقفولة زي ما انتم شايفين. وطبعا لازم يكون لها سلاسل على اساس ان انا هجمع اساسا الوحدة دي عليها. فبكل بساطة احنا كنا في البداية هنا شغالين على 4 سلاسل كل مرة، 2 3 تمام، واعمل منزلقة كده بالطريقة دي، وبعد كده 1 2 3 تمام، وهروح طبعا عند نهاية الكولكت اللي هو بتاع السلسلة بالطريقة دي، واعمل منزلقة، وبرده نهاية الكولكت ومنزلقة، اخر الصف اهو اسحب تمام، ارتفع السلسلة اللي كنت برتفعها، وبعدين بقفل الصف بتاعي. زي ما انتوا شايفين بداية الغرزة زي نهايتها تمام، ادي البداية وادي نهاية الغرزة. شكلها جميل جدا وسهلة وبسيطة، نقدر نعملها، ولكنها ما تصلحش للصيف، هي غرزة خريفي، غرزة شتوي، لكنها مش غرزة صيفي خالص. زي ما انتوا شايفين شكلها في غرزة البطانية، مميزة قوي ولذيذة. هي دي غرزتنا النهاردة، غرزة البف او المنتفخة، غرزة سهلة نقدر نعملها في حاجات كتيرة جدا، زي ايس كاب، زي بطانية، زي بلوفر، زي كارديجان، يعني هي لها تفاصيل سهلة قوي، ولكنها تصلح في حاجات كتيرة جدا. خيط صغير، فصغري حجم الابرة وهتحصلي على نسيج متقارب اكتر كمان من كده، او كبري حجم الخيط واستخدمي ابرة متوسطة زي ما انا عمل. بكده غرزتنا النهاردة تكون خلصت، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة، ناخد غرزة جديدة ومختلفة خالص. ما تنسوش تتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة، واعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. رمضان كريم ومع السلامة، باي.